السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة علوم في درس جديد. درس اليوم سيتناول تمرينا حول الترتيب في المجموعة R l'ordre dans R. إذا نبدأ على بركة الله. التمرين يقول لدينا X ينتمي إلى المجال ناقص واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة. السؤال الأول يعطي تأطيرا للعدد x أس 2 باللغة الفرنسية، donner un encadrement du nombre x au carré. إذن لكي نجيب على هذا السؤال ننطلق من المعطيات. x عدد حقيقي بحيث x ينتمي إلى هذا المجال، يمكن أن نضيف هنا x ينتمي إلى R بحيث x ينتمي إلى المجال ناقص واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة. إذن x ينتمي إلى المجال ناقص واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة. ماذا يعني؟ يعني أن x محصور بين ناقص واحد على ثلاثة وواحد على ثلاثة. نريد أن نؤطر x أس 2. x أس 2 هو عبارة عن جداء. x أس 2 يساوي x مضروبة في x. إذن يمكن أن نستعمل قواعد الترتيب مع الجداء. هناك كما رأينا في الفيديوهات السابقة كيف يتم ضرب أطراف متفاوتتين بشروط معينة. مثلا إذا كان A أصغر من B و C أصغر من D، هل A مضروبة في C أصغر من B مضروبة في D أو العكس، ومتى تكون هذه الخاصية صحيحة. إذا كان لدينا A و B و C كلها أعداد موجبة، يمكن أن نكتب AC أصغر من BD. يمكن أن نضرب A في C ونضرب B في D وتبقى لدينا نفس المتفاوتة لأن جميع الأعداد موجبة. لكن إذا كان أحد الأعداد سالبا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن إذا كان A أصغر من B وضربناه في عدد C، مثلا ضربناه هنا في C وضربناه هنا في C، إذا كان السي موجبا فهذا صحيح، ولكن إذا كان السي سالبا فتتغير المتفاوتة. السي أكبر من أو يساوي بي سي. لذلك يجب أن ننتبه جيدا أثناء الضرب، أثناء استعمال الضرب مع الترتيب. إذن بما أن لدينا هنا x محصور بين ناقص واحد على ثلاثة وواحد على ثلاثة، ف x يمكن أن يكون موجبا أو سالبا، وبالتالي لا يمكن أن نستعمل هذه القواعد لأن الأعداد غير موجبة. إذن نعود إلى النتيجة الأولى، x محصور بين واحد على ثلاثة وناقص واحد على ثلاثة. لكي نحصل على العدد موجب أو على أعداد موجبة يمكن أن نستعمل الترتيب مع القيم المطلقة. كما تتذكرون أن هذه العلاقة لها نفس المعنى مع هذه العلاقة. إذا كان لدينا x محصور بين ناقص واحد على ثلاثة وواحد على ثلاثة، فهذا يعني كما رأينا في دروس سابقة أن القيمة المطلقة لـ x أصغر من واحد على ثلاثة. في هذه الحالة الأعداد موجبة. إذن يمكن أن نكرر هذه الكتابة. القيمة المطلقة لـ x أكبر من صفر وأصغر من واحد على ثلاثة. يمكن أن نضرب أطراف المتفاوتات. إذن صفر أصغر صفر في صفر أصغر من x، القيمة المطلقة لـ x في القيمة المطلقة لـ x في أصغر من واحد على ثلاثة في واحد على ثلاثة. فنحصل على القيمة المطلقة لـ x لكل أس 2 موجبة دائما،
أصغر من 1/9. إذن هكذا حصلنا على تأطير للقيمة المطلقة لـ x أس 2. وكم تساوي القيمة المطلقة لـ x مضروبة في القيمة المطلقة لـ x؟ حسب قواعد القيمة المطلقة يمكن أن نجمع x في x داخل القيمة المطلقة، لأننا كما نعلم أن a القيمة المطلقة لـ a في القيمة المطلقة لـ b تساوي القيمة المطلقة لـ a b. نطبقها على x القيمة المطلقة لـ x في القيمة المطلقة لـ x، فنحصل على القيمة المطلقة لـ x أس 2. وما هي القيمة المطلقة لـ x أس 2؟ تساوي x أس 2. لماذا؟ لأن x أس 2 موجب، x أس 2 موجب، وبالتالي سنحصل على القيمة المطلقة لـ x أس 2. حصلنا على هذه النتيجة، أصغر من 1/9، القيمة المطلقة لـ x أس 2 أصغر من 1/9. إذن القيمة المطلقة لـ x أس 2 أصغر من 1/9، ونعلم بأن x أس 2 دائما موجب، إذن قيمته المطلقة هي x أس 2. فنحصل على التأطير بالنسبة للعدد x أس 2. نمر إلى السؤال الثاني. إذن السؤال الثاني ماذا يقول؟ بين أن القيمة المطلقة لـ x أصغر من 4/3. نكتبها بالفرنسية montrez que، بالنسبة للذين يدرسون بالفرنسية montrez que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 4/3. إذن هذا هو السؤال. دائما انطلاقا من المعطيات السابقة، انطلاقا من القيمة أن إكس محصور بين ناقص 1/3 و 1/3، و إذن لدينا إكس محصور بين ناقص 1/3 و 1/3. إذن القيمة المطلقة لإكس أصغر من 1/3 كما رأينا بالنسبة للقيمة المطلقة والترتيب. نذكر بها دائما، إذا كانت القيمة المطلقة لإكس أصغر من ألفا، هذا يعني أن إكس محصور بين ألفا وناقص ألفا. إذن المطلوب أن نبين بأن القيمة المطلقة لإكس أصغر من 4/3. إذن نقارن بين 1/3 و 4/3. لدينا 4/3 ناقص 1/3 يساوي كم؟ يساوي 3/3. ثلاثة على ثلاثة عدد موجب يساوي 1. إذن 1/3 أصغر من 4/3. بما أن 1/3 أكبر من القيمة المطلقة لإكس، فإن إذن القيمة المطلقة لإكس أصغر من 4/3. فحصلنا على النتيجة. السؤال رقم 3 ماذا يقول؟ يقول تحقق من أن 1 + x على 1 + 2x ناقص 1 - x يساوي 2x أس 2 على 1 + 2x. باللغة الفرنسية نقول vérifier que 1 plus x sur 1 plus 2x moins 1 moins x entre parenthèses égale 2x au carré sur 1 plus 2x. سنتحقق من هذه المتفاوتة، من هذه المتساوية. إذن سنحسب هذا المجموع، 1 + x على 1 + 2x ناقص 1 - x كم يساوي؟ إذن لدينا هنا عدد فيه البسط والمقام، هنا العدد على السطر يعني فيه بسط ومقامه مقامه 1. سنقوم بتوحيد المقام، 1 + x على 1 + 2x ناقص، إذن
نضرب في 1 زائد 2 إكس لكي يحصل على نفس المقام. إذن هنا 1 ناقص إكس مضروبة في 1 زائد 2 إكس، فنحصل على نفس المقام، 1 زائد 2 إكس في المقام، 1 زائد إكس ناقص 1 ناقص إكس عامل ل 1 زائد 2 إكس. هنا نقوم بالنشر فنحصل على 1 زائد إكس ناقص. إذن نفتح القوس، نفتح هنا معقوفة لكي نقوم بالجداء، لأن هنا الجداء مسبوق بناقص، إذن لكي لا نخطئ نفتح معقوفة هكذا. 1 في 1 يساوي 1، 1 في 2 إكس يساوي 2 إكس، ناقص إكس في 1 نقوم بالنشر، ناقص 1 في إكس يساوي ناقص إكس، ناقص إكس في 2 إكس يساوي ناقص 2 إكس أس 2. دائما الكل على 1 على 1 زائد 2 إكس. سأعيد الكتابة في الجهة الأخرى. المقام هو 1 زائد 2 إكس، 1 زائد إكس ناقص بين معقوفتين أو بين قوسين، 1 زائد 2 إكس ناقص إكس، 1 زائد 2 إكس ناقص إكس ناقص 2 إكس أس 2، 2 إكس أس 2 يساوي. إذا سنزيل الأقواس هنا فتتغير الإشارات، 1 زائد إكس ناقص 1 زائد 2 إكس ستصبح ناقص 2 إكس، ناقص ناقص إكس تصبح زائد إكس، ناقص ناقص 2 إكس أس 2 تصبح زائد 2 إكس أس 2 على 1 زائد 2 إكس. ثم نقوم بالتبسيط، 1 ناقص 1 يساوي 0، إكس زائد إكس، لاحظوا إكس زائد إكس يساوي 2 إكس، ناقص 2 إكس يساوي 0، إذن هذا المجموع كله يساوي 0، زائد 2 إكس أس 2 فنحصل على 2 إكس أس 2 على 1 زائد 2 إكس، نحصل على النتيجة المطلوبة. نمر إلى السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 يقول بين أن 0 أصغر من 2 على 1 زائد 2 إكس أصغر من 6. دائما نعلم بأن إكس محصور بين ناقص 1 على 3 و1 على 3. إذن إذا ضربنا طرفي أو أطراف المتفاوتات هنا في عدد موجب في 2 لا تتغير المتفاوتة. إذن نضرب جميع الأطراف في 2، ناقص 1 على 3 في 2 يساوي ناقص 2 على 3، 1 على 3 في 2 يساوي 2 على 3. ثم نضيف 1 لكي نحصل على 1 زائد 2 إكس. إذا أضفنا نفس العدد إلى المتفاوتات لا تتغير، 2 على 3 زائد 1 ناقص 2 على 3 زائد 1. إذن 2 إكس زائد 1 محصور بين 2 على 3 زائد 1 يساوي 2 على 3 زائد 3 على 3 يعني 5 على 3، ناقص 2 على 3 زائد 3 على 3 يعني 3 ناقص 2 1 على 3. إذن هذا العدد 2 إكس زائد 1 محصور بين 1 على 3 وناقص و5 على 3، وهي أعداد موجبة قطعا. إذن يمكن أن نستعمل قواعد الترتيب مع المقلوب، مقلوب 1 على 2 إكس زائد 1. كما تعلمون في درس المقلوب نقلب الأعداد ولكن الترتيب يتغير. مقلوب 1 على 3 سيصبح هنا 1 على 1 على 3، ومقلوب 5 على 3 يصبح هو الأصغر 1 على 5 على 3، فنحصل على 1 على 2 إكس زائد 1 أصغر من 3
مقلوب 1 على 3 هو 3، ومقلوب هذا العدد هو 3 على 5. ثم نضرب جميع الأعداد في 2 لا تتغير متفاوتة، لأن 2 عدد موجب، فنحصل على 2 على 1 زائد 2 إكس أصغر من 2 في 3 6، ثم 2 في 3 هنا 6 على 5. المطلوب منا أن نبين بأن هذا العدد أصغر من 6 وأكبر من 0، ولدينا هذا العدد أكبر من 0، إذن حصلنا على النتيجة. نمر إلى السؤال الخامس. بين أن montrer que 1 plus x sur 1 plus 2x ناقص 1 ناقص x القيمة المطلقة أصغر من 6 x أس 2. نعلم بأن هذا الفرق كما رأينا في السؤال الثالث يساوي كم؟ هذا الفرق يساوي ماذا؟ نسمي هذا العدد ب A، نسميه A. A يساوي في السؤال الثالث 2 إكس أس 2 على 1 زائد 2 إكس، وفي السؤال الرابع لدينا 2 على 1 زائد 2 إكس أكبر من 0 وأصغر من 6. إذن القيمة المطلقة لـ A تساوي القيمة المطلقة لـ 2 إكس أس 2 على 1 زائد 2 إكس تساوي القيمة المطلقة لـ 2 على 1 زائد 2 إكس مضروبة في القيمة المطلقة لـ إكس أس 2. ونعلم بأن هذا العدد محصور بين 0 و 6، إذن عدد موجب. إذن القيمة المطلقة لـ A تساوي 2 على 1 زائد 2 إكس لأنه عدد موجب. القيمة المطلقة لـ X أس 2 عدد موجب، X أس 2 عدد موجب، إذن تساوي X أس 2. ولدينا هذا العدد 2 على 1 زائد 2 إكس محصور بين 0 و 6، يمكن أن نضربه في X أس 2. نضرب هنا في x أس 2، نضرب هنا في x أس 2، نضرب هنا في x أس 2. x أس 2 عدد موجب، إذن لا يتغير المتفاوتات، وبالتالي نحصل على 0 أصغر من 2 x أس 2 على 1 زائد 2 x أصغر من 6 x أس 2. وهذا العدد هو القيمة المطلقة لـ A أصغر من 6 إكس أس 2، يعني النتيجة المطلوبة حصلنا عليها، و A هو العدد الموجود بين طرفي القيمة المطلقة. حصلنا على النتيجة. الآن نمر إلى السؤال السادس. السؤال رقم 6 يقول بين أن 4 على 5، العدد 4 على 5 هو قيمة مقربة للعدد 1.2 على 1.4 بالسعة الآتية 2.4 في 10 أس ناقص 1، يعني أن 4 على 5 قيمة مقربة لهذا العدد 1.2 على 1.4 بالسعة 2.4 10 أس ناقص 1. باللغة الفرنسية نقول montrer que 4 sur 5 est une valeur approchée du nombre de 1,2 sur 1,4 par l'amplitude ou bien d'amplitude 2,3 10 moins 1. إذن للجواب على هذا السؤال سنذكر بما رأيناه بالنسبة للقيمة المقربة. إذن نأخذ مثلا عددا x ونأخذ عدد ألفا هكذا. إذا كانت x ناقص ألفا القيمة المطلقة لx ناقص ألفا أصغر من أو يساوي r هكذا، إذا كانت x ناقص ألفا أصغر من أو يساوي r
نقول بأن ألفا قيمة مقربة للعدد إكس بالسعة R، بالسعة R أو بالدقة R. إذا لكي تكون هذه القيمة 4/5 قيمة مقربة، سنبين بأن هذا العدد قيمة مقربة للعدد 1.2 على 1.4 بالدقة 2.4 10 أس ناقص 1. سنعوض إكس بهذا العدد، ونعوض ألفا ب4/5، ونعوض إر ب2، يعني سنبين أن 1.2 على 1.4 ناقص 4/5 أصغر من أو يساوي 2.4 أس ناقص 1. إذا بينا هذه المتفاوتة فقد أجبنا عن السؤال. إذا سنعود إلى السؤال السابق، السؤال رقم 5. لدينا إكس محصور بين -1/3 و1/3، وصلنا إلى هذه النتيجة. إذا كان إكس محصورا بين -1/3 و1/3، وصلنا إلى هذه النتيجة بأن القيمة المطلقة لواحد زائد إكس على واحد على واحد زائد 2 إكس ناقص 1 ناقص إكس أصغر من 6 إكس أس 2. لدينا الآن نحن 1.2 على 1.4، يمكن أن نكتبه هكذا، 1 زائد 0.2 على 1 زائد 0.4، و0.4 يساوي 2 في 0.2. إذا هو مكتوب بهذا الشكل، هذا العدد يمكن كتابته بهذا الشكل، يعني بحيث العدد x هو 0.2. ننظر هل 0.2 محصور بين -1/3 و1/3. 0.2 يساوي كم؟ يساوي 2/10 يساوي 1/5، ونعلم بأن 5 أكبر من 3. إذن 1/5 أصغر من 1/3 حسب ترتيب المقلوبين. 1/3 أصغر من 5، إذن 1/5 أصغر من 1/3. ولدينا 1/5 عدد موجب، إذن 1/5 ينتمي إلى المجال ناقص 1/3 1/3، لأنه ينتمي إلى المجال 0 1/3، وهذا المجال موجود ضمن هذا المجال، وبالتالي 1/5 ينتمي إلى هذا المجال. إذا 1.1/5 هو 0.2. سنطبق عليه هذه النتيجة، نعوض العدد x ب0.2 فنحصل على ما يلي. إذا 1 زائد 0.2 على 1 زائد 0.2 مضروبة في 2 ناقص 1 ناقص 0.2 سيكون أصغر من أو يساوي 6 في 0.2 الكل أس 2. ثم نقوم بالحساب، 1.1 زائد 0.2 هي 1.2 على 1.4 ناقص 1 ناقص 0.2 يساوي 0.8 أصغر من 6 مضروبة في 0.2 أس 2. 0.2 أس 2 يساوي 0.2 يساوي 2، 2 مضروبة في 10 أس ناقص 1 الكل أس 2. إذن أصغر من 6 في 4، 2 أس 2 4، ثم 10 أس ناقص 2 ناقص 1، 10 أس ناقص 1 أس 2 هي 10 أس ناقص 2. و0.8 كم تساوي؟ 0.8 تساوي 8/10 تساوي نختزل 4/5. إذن 1.2 على 1.4 ناقص 4/5 أصغر من 6 في 4 يساوي 24
في 10 أس ناقص 2، 10 أس ناقص 2 لكي نحصل على ناقص 1 نضع فاصلة هنا، إذا 2.4 في 10 أس ناقص 1، وبالتالي نحصل على أن هذا العدد ناقص 4.5 4 على 5 أصغر من أو يساوي 2.4 10 أس ناقص 1. إذا نستنتج بأن 4 على 5 هي قيمة مقربة لهذا العدد بالسعة أو بالدقة 2.4 10 أس ناقص 1. وهكذا نكون قد أنهينا التمرين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك، وكذلك لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر التنبيهات لكي تصلكم الفيديوهات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.